أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. انخفضت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في البورصة الرئيسة في بغداد، وذكرت مصادر صحفية أن بورصة الكفاح والحارثية المركزية أقفلت في بغداد على 147,400 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كان السعر صباح اليوم 147,550 دينارا مقابل 100 دولار. وأشارت المصادر إلى أن أسعار البيع والشراء استقرت في محل الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147,800 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 147,000 دينار لكل 100 دولار أمريكي. ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاده لبيع العملة الأجنبية من الدولار لتصل إلى 228 مليون دولار. وقال البنك المركزي أن مزاد بيع العملة شهد ارتفاعا في مبيعاته بنسبة تصل إلى 15.15% لتصل إلى 228 مليون و 530,840 دولارا أمريكيا، غطاها البنك بسعر صرف بلغ 1460 دينارا لكل دولار. وذهبت المشتريات البالغة 177 مليون و 290,840 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 58 مليون و 240,000 دولار بشكل نقدي. قالت منظمة أوبك أن العراق كان الأعلى من بين أعضاء المنظمة في رفع إنتاجه النفطي في شهر آب الماضي. وأضافت المنظمة أن الزيادات الأكبر جاءت من العراق، إذ ارتفع إنتاجه النفطي بنحو 91,000 برميل يوميا ليصل إلى 4,056,000 برميل يوميا، بعد أن كان 3,965,000 في تموز الماضي. وبيّنت المنظمة أن إنتاج الدول الأعضاء من النفط ارتفع خلال الشهر الماضي ليصل إلى نحو 27 مليون برميل يومياً بدعم زيادة الإمدادات من العراق والسعودية والإمارات وأنغولا. واصلت أسعار النفط أيها السيدات والسادة مكاسبها لتقترب لأعلى مستوياتها في 6 أسابيع، وارتفع خام برنت إلى 74 دولارا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 70.97 سنتا للبرميل الواحد بعد ارتفاعه 1.1%. في غضون ذلك، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الأخير من عام 2021 بسبب فيروس كورونا. قالت وزارة المالية اللبنانية أنها ستتسلم الخميس المقبل 1,135 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في وقت تشهد البلاد شحاً في النقد الأجنبي. ويمثل المبلغ المرتقب تحويله حصة لبنان من الصندوق عن عام 2021 وقيمتها 860 مليون دولار، وعن العام 2009 وقيمتها 275 مليون دولار، على أن يودع في حساب مصرف لبنان. يذكر أن وزارة المالية اللبنانية طلبت من صندوق النقد الدولي تحويل حقوق السحب الخاصة المتاحة للبنان، خاصة تلك التي تعود إلى العام 2009. نما مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا بنسبة تصل إلى 8.7% على أساس سنوي خلال شهر تموز الماضي، مدعوما بارتفاع مؤشرات فرعية أبرزها التعدين والتصنيع. يأتي هذا في الوقت الذي صعد مؤشر قطاع التعدين والمناجم الفرعي فيه بنسبة تصل إلى 15.2%، والصناعات التحويلية بنسبة تصل إلى 7.9%، بينما ارتفع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة تصل إلى
11.7%. هذا وتعافت القطاعات الأجنبية الإنتاجية بالأحرى والصناعية في تركيا من التبعات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا وسط تحسن الطلب المحلي والعالمي على الإنتاج والاستهلاك معا. إلى اللقاء.